السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. البنات مرحبا بكم في قناة لطيفة أم محمد أمين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال، وتلقاكم الوصفة ديال اليوم في أحسن الظروف إن شاء الله. هذه الوصفة ديال اليوم اللي جات رائعة جدا بكل المقاييس، المذاق ديالها جديد، اللي هي الخبيزة. الخبيزة أو البقولة اللي هي متوفرة هاد الأيام، جات رائعة. درتها بالدجاج وحامض المصير وكذلك الزيتون، جات زوينة. ودرتها في الطاجين باش تبقى سخونة حيت الجو شوية بارد. وهي الطريقة ديال التقديم ديالها، راه جات غزالة ما نقولش لكم. نتمنى أنكم تجربوها وتردوا لي الخبر في التعليق. وشكرا لكم بزاف، نتمنى أن الفيديو نال إعجاب ديالكم. هنا البنات هنا عندي بقولة، هي كشكل ديالها كبير ديال العربية، وانا دابا غادي نقيها. يعني شي حاجة طبيعية 100%، ما فيهاش مواد مبيدة حشرية. المهم شي حاجة نقية زوينة، تجيبها لينا واحد الماركة تبيعها. هي غادي نقيها دابا، غادي نديرها ان شاء الله للغدا، نقيها ونطلقها. راه البقولة معروفة بالفوائد ديالها الصحية، حيت هي راه فيها بزاف ديال الفوائد، يعني بحال الحديد، بحال مهم، مفيدة جدا للصحة. نتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستفدوا منه. راه كتجي رائعة، كتجي زوينة، كتجي لذيذة، ان شاء الله تجربوها وما غاديش تندموا عليها. ونطلقها من بعد. الخبيزه ديالي كاين كيقول لها الخبيزه، كاين كيقول لها البقوله. ها هي غسلتها، خليتها تسقطر واحد شويه، غادي نقطعها وغادي نسلقها من بعد، نطلقها في الشكل ديالها كيفاش غادي يكون. المهم التقطع ديالها كيكون صغير، ما كنقطعهاش كبيره بزاف باش يطيبوا لنا هاد العواد هادو. انا تيعجبوني في هاد الوريقات، كنخليهم شويه اكثر، ما تنحيدش بزاف. المهم التقطع ديالها كيكون صغير، ما يكونش كبير بزاف، باش دغيا يطيبوا لينا العواد ديالها. هنا يا البنات هي البقوله ديالها، راه قطعتها، ولا البقوله ولا واحد واش كيسميها، قطعتها. ها هي انا دابا غادي ندير فيها واحد جوج فصوص ديال الثومه، وغادي نطلعها باش تفور ليا. ما غاديش نسلقها باش المنافع ديالها ما يمشيوش ليا في الماء، حيت اي حاجه سلقناها المنافع ديالها كتمشي مع الماء، صافي ما كتبقاش. يعني كنبقاو ناكلو غير الربيع، ما كنبقاوش ناكلو الفائده ديالها. اللهم انني نفورها، وكيفاش كنعرف انها صافي راه يعني راه طابط نص طيبه تقريبا. ملي كناخذ هاد العويدات هادو كنمعسهم، كنلقاهم صافي راه طابو. يعني ملي كندير لهم بحال هكا تنمعس، كنلقاها صافي راه يعني البقوله ديالي صافي راه طابط. دابا غادي نطلعها فوق العافيه، وملي ان شاء الله ملي تفور ليا صافي غادي نطلعها باش نشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، ونبداو المرحله الاخرى ديال انني نديرها في الكوكوط وندير لها الكون ديالها. راه نسيت البنات ما قلت لكمش، ملي كديروا البقوله فوق في الكسكاس غطيوها من الفوق بشي بلاستيكه اولا بشي حاجه، المهم باش دغيا تفور، يعني ما تاخذش ليناش وقيته كثيره. كنغطيها وتنغطيها بشي حاجه اللي تضغط عليها باش داك الفوار يرجع فيها، باش دغيا طيب ليا ونتلاقى في الشكل ملي طيب ان شاء الله. هذه وصفه جديده، مهم ماشي جديده، يعني وصفه من الوصفات اللي كتكون في فصل الربيع ملي كتكون الشتاء. كتكون عندنا البقوله، ها هي البقوله، ولا اش كيقولوا ليها البقوله، وكاين اللي كيقول ليها نسيت على سميتها، كاين اللي كيقول لها البقوله، وكاين اللي كيقول ليها المهم حنا في الشلحه تنقولوا ليها تيبي. باش نحضروا هذه الوصفه ان شاء الله كنحتاجوا البقوله. هذه دابا عندي جوج ضربطات ديال البقوله، خديتها غسلتها نقيتها هو الاول، غسلتها قطعتها ماشي سلقتها يا ربي، فورتها في الكسكاس، ومن بعد عطاتني هذا الشكل هذا. هي راه تقريبا نص طيبه هذه، ودرت فيها جوج فصوص ديال الثومه طيبتهم فيها، كتعطي فيها ريحه زوينه. هنا عندي العطريه،
عندي البزار تقريبا معلقه صغيره، عندي الكمون، عندي الكركم، عندي شويه الملحه، ما نكتروش الملح حيت باقي عندي اللحم المصير، وهنا عندي سكرجبير، وعندي طحميره، وهنا عندي هي كتبغي الزيت بزاف. هنا تقريبا عندي كاس قل شويه من زيت العود، ممكن نخلطه بين زيت العود وزيت الزيتون. وهنا عندي الزيتون، وعندي نص حامضه مصيره، وهنا عندي الدجاج، كميه ديال الدجاج اللي المهم اللي نديرو اللي تكفينا وصافي. هي تيجي تجي صراحه الا كثرتي فيها الدجاج كتجي زوينه مزيان. المهم دابا غادي نديرها في الكوكوط ديالي. هنا زيت الكوكوط راه باقا سخونه، باقي سخونه حيت ما تفورات. دابا زيت الكوكوط خويت فيها البقوله ديالي، وغادي ندير الزيت. هاد الطريقه هي اللي كندير ليها انا، كتجي رائعه. وغادي نطلعها فوق العافيه واحد شويه. هنا البقوله ديالي درتها فوق العافيه، غادي نخليها واحد شويه تتسخن، وغادي نزيد عليها العطريه والبقيه. انا صافي طفيت عليها، صافي غادي نديرها في الطاجين. واش كتبقى ليا سخونه حيت الا حطيتها في الطبسيل في الجو دابا بارد دغيا كتبرد. غنديرها دابا في الطبسيل يا ربي في الطاجين، وغنسخنها فيه باش تبقى ليا سخونه، ونتلقاها عفوا في الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. انا البنات خديت الطاجين ديالي غنسخن واحد شويه، هو كيسخن. غادي نهزو وغادي نحط فيه، غنخوي فيه سميتو هاد البقوله ديالي مع الدجاج، ونخليها تسخن ليا باش تبقى سخونه. هانا خويتها دابا في الطاجين وخليتها باش تسخن ليا. غادي نقص عليها ونخليها تسخن على خاطرها، نطلقها في الشكل ديال التقديم ديالها ان شاء الله. هانا الطاجين ديالي كيف جا. هانا البقوله ديالي صافي طابت، سخنتها في الطاجين، هي كيف جات، راه جات رائعه ما نقولش لكم. المرقه ديالها راه خاطره، و هي كتبغي تكون مزيته. الشكل ديالها كيفاش داير، نتمنى انكم تجربوها، خصوصا انه في هاد الوقيته كتكون البقوله بزاف. كيفاش دايره، والزيتون والمصير عاطي فيها واحد الريحه زوينه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش الاشتراك واللايك والتعليق، ولما بارطاج مع صحابكم. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم.